رحمة الله وبركاته. المشهد يعيد نفسه، حالة غضب لهذا الثنائي. علم مصدر أن حالة من الغضب أو حالة من الحزن تنتاب عناصر الجهاز الفني المصري للفريق الأول. حالة الغضب هذه تحديدا عند الثنائي مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب تجاهل الكولومبي إخوان كارلوس لهم. وفي واقعة شبيهة لما حدث بين أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق وبين البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق، يبدو أن المشهد يعيد نفسه من جديد، حيث اشتكى الثنائي من تجاهل الكولومبي لهم. وأبدأ الثنائي اعتراضا على تشكيل الفريق الأخير أمام الإسماعيلي، وتم إبلاغ لجنة الكرة بهذا الأمر، وأكدوا أن أخوان كارلوس وضع التشكيل دون الرجوع إلى الجهاز المعاون، وأنهم كانوا غاضبين من تغيير مراكز اللاعبين بهذا الشكل الذي سبب حالة من الارتباك. وتبقى كلمة أو تعليق، مش عارف العيب بيبقى في مين، في الجهاز المعاون المصري اللي يمكن عايز ياخد صلاحيات كبيرة، ولا المدير الفني الأجنبي اللي المفروض ياخد برأي مساعديه، ولا العيب في أبناء الزمالك نفسهم؟ مش عارف والله. اللي احنا بنشوفه العيب في اللعيبة، اللعيبة دي لو جبنا لهم قطة هيعرفوا يكسبوا، لكن بياخدوا فلوس قد كده ومش عارفين يكسبوا. واحد زي رؤى مصر يدخلها جون، واللاعب الاسماعيلي واقف مش عايز يدخلها، ورؤى عايز يدخلها في نفسه. طب دي لعيبة والنبي، دي تستاهل ان الواحد يتفرج عليها اصلا؟